بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تبقوا بخير ودنيتكم كلها كويسة. احنا النهاردة بإذن الله هنحل مع بعض مجموعة من الأسئلة اللي بتيجي في الامتحانات بشكل كبير جدا في جزء السي في اس وجزء السي ان اس بإذن الله، وانا هحاول بقدر الامكان وانا بجاوب على السؤال ان احنا نشوف طريقة التفكير ونشوف كمان ايه اهم المعلومات اللي بتدور حوالين النقطة دي، بحيث ان احنا نعتبر ان هذا الموديل اللي معانا وكأنه ريفيجن بنراجع بيه على اهم المعلومات اللي موجودة في دماغنا. السؤال الاولاني بيقول مالتيبل تشويز، الايزو سوربايد داي نايتريت. الايزو سوربايد داي نايتريت ده من الحاجات اللي كانت بتستخدم في علاج الانجينا زيه زي النيتروجليسرين. انا عرفت الكلام ده من لانه بينتهي بكلمه نايتريت او كلمه نايتريت خلاص. فالسؤال بيقول هل هو بيعمل ريلاكس للسموث موسل اللي فقط لا غير موجوده على الارتريز؟ لا، هو الايزوسوربايد داي نايتريت بيقدر ان هو يعمل ريلاكسيشن للارتريز والفينز، وكان شغله اكتر على الفينز. كان بي ابلايد ان تريتمنت اوف انجينا but not variant angina. لا، هو ممكن يستخدم في الفاريانت انجينا اللي هي الفازوسبلاستيك انجينا. واي نوت انكريز الانترا سيلولر كونسنتريشن للسايكليك اي ام بي. هو الميكانيزم بتاعه ان هو بيشتغل على الجوانايل سايكليز. الجوانايل سايكليز ده بيزود السايكليك جي ام بي. السايكليك جي ام بي يا جماعه مش السايكليك اي ام بي، تالي برضو اي وبي وسي يعتبروا خطا. الاجابه الصحيحه اكيد هي بقى دي، جو كوز فازو دايليشن للهيلثي كرونريز وانكريز الكرونري بلاد فلو. ماشي، ما فيهاش اي مشكله، هو ممكن يعمل فازو دايليشن للهيلثي كرونري ارتريز ويزود الكرونري بلاد فلو. اوكي، يبقى السؤال الاولاني اجابته دي. طيب all of the following هي عباره عن side effects من النيتريت except. طبعا السايد effects بتاعت النيتريت او النيتريت طبعا في هيدك، والهيدك ده كنا بنشوفه في الاغلب في الناس الوركرز. هايبرتنشن، لا مفيش هايبرتنشن طبعا. النيتريت والنيتريت هم مين اللي بيعملوا هايبوتنشن او بوستشرال هايبوتنشن؟ بيعمل فلاشنج، بيعمل فلاشنج لانه هو فازو دايليتور. بيزود الانترا اوكلر بريشر، ايوه سليم، لانه ممكن ان هو يزود من حدوث الجلوكوما، وبالتالي الاختيار هنا هيبقى بي اللي هو الهايبرتنشن. ذا فولوينج دراجز كان بي ابلايد ان تريتمنت اوف انجينا بيكتوريز اكسبت. الانجينا كانت ميلي بتعالج بثلاث عائلات رئيسيين اللي هم مين يا شباب؟ ان هم النيتريت والنيتريت اللي هم البيتا بلوكر، الكالسيوم شانل بلوكر. فهنا الاتينولول ده بيتا بلوكر، النيفيديبين ده كالسيوم شانل بلوكر، الدايلاتيزم ده كالسيوم شانل بلوكر، لكن الاجابه سي هو البرازوسين. البرازوسين ده الفا 1 بلوكر، مش مكتوب في الكتب ان هو ليه دور في علاج الانجين. البروبرانولول، البروبرانولول السؤال الرابع. البروبرانولول هو بيتا بلوكر، كوز كورونري فازو دايليشن اند انكريز الكورونري بلاد فلو. لا، بيتا بلوكر ما بتعملش هذا الكلام. كوز سلوينج للهارت انكريزنج الانرجي ديماند، برضو مش منطقيه. انا لو قللت الهارت المفروض ان انا هقلل الانرجي ديماند. ديكريز الرينين، ديكريز الرينين فروم الكيدني، دي اجابه جميله ما فيهاش حاجه. از ابلايد ان تريتمنت اوف انجينا بيكتوريز بات نوت ان هايبرتنشن. واي نوت؟ يبقى الاجابه البروبرانولول هي الإجابة رقم سي، لأنه فعلا هو بيقلل الرينين ريليز من الكدني، بيقلل الرينين ريليز من الكدني. طيب in the treatment of heart failure الامرينون. الامرينون ده كان واحد من الأدوية اللي بتزود الفورس اوف كونتراكشن، كان بيزود الكارديك اوتبوت، كان عبارة عن فوسفودايستريز انهيبيتور. الامرينون كان بيوزد الون effectively in treatment of heart failure. نشوف. طيب الدايوريتكس كان بي ابلايد الون اور كونجكشن ويز اذر دراجز. اللزينوبريل از اوف نو فاليو، دي خطا واضح. البيتا بلوكر ار كونترا انديكيتد ان تريتمنت اوف هارت فيلير، دي برضو خطا واضح، لان البيتا بلوكر واللزينوبريل الاثنين الجملتين بتاعتهم يعني غلط تماما، لان اللزينوبريل ده لا له فاليو از انهبيتور. البيتا بلوكرز مش ما اقدرش اقول ان هم كونترا انديكيتد ان تريتمنت اوف هارت فيلير، هم ممكن ما يستخدموش في ستيج معين من الهارت فيلير لما يكون المريض قلبه تعبان جدا، دايما يقول عليها ستيج دي هارت فيلير، فالبيتا بلوكر ساعتها تبقى كونترا انديكيتد.
الجملة سي ودي لا مش معانا ومش صح. طيب الجملة رقم ايه اللي هي الامر نون يوزد الون، برضو دي مش هنشوفها كتير في الحياة ان الامر نون يستخدم لوحده، لا. فالإجابة الأسلم هنا هو diuretic can be applied alone or conjunction with other drugs، وبالتالي الإجابة B هنا تبقى كويسة جدا. All of the following are calcium entry blocker، كل الأدوية دي calcium channel blocker except الأملوديبين، الفاموتيدين، الفاموتيدين ده H2 blocker، وبالتالي الإجابة هنا الفاموتيدين. Concerning البيتا blocker act only على البريفرال سايتس، لا البيتا بلوكر ليهم كمان بعض الاكشن ان هم ممكن يشتغلوا سنترلي. decrease الافكتيفنس اوف انسولين، البيتا بلوكر كاردياك فيلير از among side effect of بيتا بلوكر، البروبرانولول از مور بريفيرد ذان البندولول. طيب تعال نشوف كده ايه اسلم الجمل. البروبرانولول از مور بريفيرد ذان البندولول، لا دي ما تعتبرش سليمه لان البندولول من الادويه اللي ليها اي اس اي اللي ليها انترنسيك سمباثوميميتك اكتيفيتي، لا البندولول ممكن يكون مفضل عن البروبرانولول لانه اقل في العيوب. طيب الكاردياك فيلير is among side effects، طبعا ممكن البيتا بلوكر تعمل cardiac failure. decrease the effectiveness of insulin، لا دي برضو مش شايفها انها سليمة لان البيتا بلوكر ممكن انها تعمل hypoglycemia. act only at peripheral site، برضو لا احنا اتفقنا ان هو ممكن يشتغل كمان centrally. فاسلم جملة هنا هي تبقى cardiac failure اللي هي الإجابة رقم سي، الكاردياك فيلير هي من السايد افكتس بتاعت البيتا بلوكر. طيب الورقة التانية causes that lead to heart failure، ايه هي الكوزس اللي ممكن تؤدي الى الهارت فيلير؟ تاكي اريزميا، انيميا، اثروسكلوزس، all of the above. all of the above هنا الاختيار الاسلم. لما بنستخدم الديجيتاليز جلايكوسايد تو تريتمنت الهارت فيلير، the kidney function should be considered in case of digitoxin، لا digitoxin لابد ان احنا ناخد بالنا بشكل كبير جدا. الديجيتوكسين يا جماعة مشكلته على الليفر، البوتاسيوم ليفل should be reduced to minimum، لا احنا لو قللنا البوتاسيوم قوي ممكن لا قدر الله يحصل ديجيتاليز توكسيسيتي. سولت ريستريكشن از نوت اوف فاليو، لا برضو غلط، ازاي نوت اوف فاليو؟ فلا برضو ما تعتبرش جمله سليمه. كليتنج ايجنت لايك الايديتا كان بي يوزد تو ريديوس كالسيوم ليفل، ماشي واي نوت، واي نوت ان كليتنج ايجنت لايك الايديتا، وبالتالي الاختيار رقم دي يبقى كويس. الدوبيوتامين كان بي ابلايد ان تريتمنت اوف هارت فيلير بيكوز، الدوبيوتامين ده كان بيتا 1 اجونست، كان بيتا 1 اجونست. طيب تعال نشوف. It decreases the heart rate, decreasing the incidence of ventricular fibrillation. It decreases the blood volume. Stimulate cardiac beta 1 receptor. باينة هنا stimulate cardiac beta 1 receptor جملة جميلة مفيش أي مشاكل. It increases the chronic blood flow بأنه ميكانيزم. فأنا دايما يا شباب لما باجي أجاوب بقعد أفكر مع نفسي وأشوف الدنيا ماشية إزاي، هلاقي إن الحياة ماشية معايا بشكل كويس. طيب السؤال اللي وراه اللي هو الفليكانايت، الفليكانايت ده كان من اشهر الادويه اللي احنا بنقول عليها ان هو انتي اريزميك دراج. الفليكانايت ده ممكن نقول عليه ان هو كلاس 1 سي انتي اريزميك دراج، خلاص ده كان بيقفل الصوديوم تشانل، وممكن اللي بيقفل الصوديوم تشانل دايما نقول عليهم ماست سيل ستابلايزر. طيب از ا بلوكر of calcium channels، لا is a membrane stabilizer، طبعا جملة جميلة. بيعمل prolongation للrefractory period due to blocking البوتاسيوم، لا blocking cardiac beta 1، لا يبقى الفليكانايد هو membrane stabilizer لان اللي بيقفل الصوديوم channel يبقى membrane stabilizer. concerning الفينيتوين، الفينيتوين ده كان واحد من الأدوية اللي كانت برضو بتستخدم في الإبيليبسي وتستخدم في الأريزميا، وهو كلاس 1 فينيتوين، كلاس 1 صوديوم تشانل بلوكر 1 بي. partial occlusion للبوتاسيوم تشانل، لا
shortening refractory period، لا reduce او render، render دي مكتوبة renders the membrane more excitable can be applied to treat الventricular tachyarrhythmia. طيب هو باين جدا برضو ان هو كان بي ابلاي تو تريت تريتمنت الفنتريكلر اريزميا، هو فعلا بيستخدم في الفنتريكلر اريزميا. والاجابات التانية كلها غلط. ريندرز ممبرين مور اكزايتد يعني بيخلي الممبرين مور اكزايتد، لا طبعا هو ممبرين ستابيلايزر، هو بيخلي الاكزايتابيلتي تقل. ذا دراج هاز نو الفا بلوكينج اكتيفيتي، ذيس دراج هاز نو او هاز ان، اسف ان يا شباب معلش، وطبعا هو الورق يعني للاسف الشديد مبعوت لي كده، فانا حسنته على قد ما اقدر يعني، فانا اللي هشوفه هقوله طبعا. This drug has an، ان يا ولادي، ان الفا بلوكينج اكتيفيتي ليدنج تو هايبو تنشن، يبقى انا عايز الفا 1 بلوكر هنا او الفا بلوكر. سينارازين، سينارازين ده كالسيوم شانل بلوكر. الكينيدين، الكينيدين ده كان صوديوم تشانل بلوكر، وكان ليه فعلا الفا 1 بلوكينج اكتيفيتي، وكان ليه اتروبين لايك اكشن، وكان ليه كيورير لايك اكشن. الرونتيدين لا، الاملوديبين لا، يبقى هو الكينيدين. سؤال حلو ده، يعني انت هنا تتخيل ان انا هجيب لك الفا بلوكينج واضح، لا انا جبت لك واحد ليه تاثيرات ان هو الفا بلوكينج اللي هو الكينيدين. This drug prolong refractory period due to ان هو بيعمل بلوك للصوديوم تشانل، يبقى انا هدور على صوديوم تشانل بلوكر يا جماعه هنا. خلاص الامرينون لا، الاميودارون ده كان ميلي بيقفل البوتاسيوم. الموكسونيدين، الموكسونيدين ده يا جماعه كان من الادويه اللي هي شبه الكلينيدين والريلمينيدين اللي هو الالفا 2 اجونست. طيب في عندي ايه كمان؟ في عندي البروبافينون، البروبافينون ده اللي هو شبه الانكانايد والفليكانايد. واي نوت نختار البروبافينون هنا، نختار البروبافينون. البروبافينون ده كلاس 1 سي زيه زي الانكانايد والفليكانايد والبروبافينون. خلاص all of the following drugs can be used as anti arrhythmic except، كل الادويه دي ممكن نستخدمها as anti arrhythmic except. الهيدرالازين، الهيدرالازين ده مين اللي هو فازو دايليتور، ده بالعكس ده نتيجة ان هو فازو دايليتور ممكن يعمل لنا ريفليكس تاكي كارديا يا جماعة. الليدوكين انتي اريزميك، الفيرباميل الانكانايد انتي اريزميك، يبقى اكسبت هنا هو الهيدرالازين. طيب السؤال اللي وراه، المينوكسيديل انديوس ريليز اوف نيتريك اوكسايد من الفاسكولار اندوثيليوم، لا المينوكسيديل ده كان من الادويه الفازودايليتور البوتاسيوم تشانل اوبينر، اوبينر يا جماعه ده بوتاسيوم تشانل اوبينر، وكان كمان من الحاجات اللي بيعملها كان بيعمل هرشوتيزم، كان بيعمل الهايبر ترايكوزس ان هو كان بيطلع شعر. طيب كوز فازو دايليشن ديو تو بلوكينج الكالسيوم تشانل، لا برضو دي ما تعتبرش اجابه سليمه. ديكريز ذا بلاد بريشر ديو تو بلوكينج 81، لا 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 خالص. ديكريز اونلي دايستوليك blood pressure because it has no effect على ال venous return. برضه هو واحد من الاسئله الكويسه، نقراها تاني. المينوكسيديل ريليز النيتريك اوكسايد، مينوكسيدين طلعش نيتريك اوكسايد. كوز فازو دايليشن نتيجه ان هو بيعمل بلوكينج للكالسيوم تشانل، لا مش شايف ان دي سليمه خالص، لا غلط. decrease the blood pressure due to blocking ال 81 receptor، 81 receptor اللي هم عيله الزورتان اللي بيقفلوا ال 81 receptor، يبقى هي الجمله رقم دي بس تعالى نفهمها مع بعض. decrease only diastolic blood pressure منطقيه لان هو مين اللي فازو دايليتور، هو فازو دايليتور على الارتري، هو arterial فازو دايليتور arterial. Decrease only diastolic blood pressure because it has no effect على ال venous return. كي ما فيهاش أي مشكلة، هو ليس له تأثير على الجانب ال venous return، يعني جانب ال preload، يعني ال vena cava، يعني ال veins، هو هيكون ليه تأثير إزاي على ال veins؟ لا
انا شايف ان الجملة اللي هي دي اقرب واحدة للصواب. جميل. السؤال اللي وراه الريلمينيدين، الريلمينيدين ده اللي هو اخو الموكسونيدين واخو كلونيدين، خلاص. از ان الفا 1 بلوكر؟ لا، بلوك البري سينابتيك الفا 2 ريسبتور ديكريزنج النور ابينفرين. هو المينوكسيدين والريلمينيدين هم الفا 2 اجونست، كان ديكريز الرينين من الجكوستا، انكريز النور ابينفرين ريليز. لا لا، يبقى هي ادق جملة هنا، ادق جملة هنا هو كان ديكريز الرينين، كان ديكريز الرينين، لان هو بلوك الالفا 2. لا، هو نوت الفا 2 بلوكر، الريلمينيدين مش الفا 2 بلوكر يا جماعة، هو الفا 2 اجونست، ونتيجة ان هو الفا 2 اجونست فبيروح مقلل الريليز اوف نور ادرينالين، ولما يقلل الريليز اوف نور ادرينالين ممكن يقلل الريليز اوف رينين. اوكي، يبقى هو الفا 2 اجونست. يبقى الاجابة هنا السليمة هي الاجابة رقم سي، سي يا ولاد. اوكي، طيب. السؤال اللي وراه بيقول ايه؟ بيقول التراي ميتافان، ده مش باين خالص. التراي ميتافان، تراي ميتافان ده كان شبه الهكساميسونيوم، ده جانجليونيك بلوكر، از ان ادرينرجيك نيورون بلوكر. لا غلط، بلوك الان ان ريسبتور في الباراسمباثيك اونلي. ليه؟ ما هو بيبلوك الاثنين، ها، بيعمل بلوك للاثنين. Is an arterial vasodilator. هو ممكن يعمل vasodilation للارتري. ماشي، ممكن نشوف كمان حاجة تانية ادق. Can be used to produce AD. هي مش باينة خالص للأسف الشديد. تو نرجع تاني يا شباب مع بعض. انا رحت بصيت عليها في الورق الاصلي، هي controlled can be used to produce controlled high potential. لا، هو الترايميتافان واحد من الادوية الجانجليونيك بلوكر اللي بيوطي الضغط جدا، عشان كده بيستخدموه في السيرجري. فكلمة controlled high potential دي، لا، هو الاجابة الافضل هنا تبقى سي، تبقى سي يا جماعة. to prevent cardiac failure induced بالبيتا بلوكر. الاتروبين is used with البروبرانولول، الاتينولول is preferred، الادرينالين is used with البروبرانولول. الاتروبين is used with البروبرانولول. الاتروبين ممكن ان هو يعالج الكاردياك فيلير، الاتينولول افضل، الادرينالين all of the above. يعني هنا برضو كلهم كويسين، ما فهمش مشكلة. ف all of the above. all of the following are ACE inhibitor except، طبعا هم باينين جدا، الليزينوبريل وانالابريل وكابتوبريل، يبقى هو الموكسونيدين. المينتال ديبريشن، المينتال ديبريشن ده كان من اكتر الحاجات اللي بتحصل من الريزوربين. الريزوربين كان السايد افكت بتاعه ان هو بيعمل مينتال ديبريشن. دراي كاف دي طبعا للايس انهيبيتور، يبقى الكابتو بريل. الجوكسين هاز هايست هاف لايف. لا، هو الجوكسين اقل من الديجيتوكسين. بوزيتيف كرونوتروبيك، كرونوتروبيك يعني هيزود الهارت ريت. لا، هاي بلازما ليفل اوف بوتاسيوم ريديوس اتس توكسيسيتي. ماشي، it's completely metabolized in liver. غلط. يبقى هي الاجابه رقم سي، هي افضل حاجه ان هو فعلا هاي بوتاسيوم ليفل، هاي بوتاسيوم ليفل ريديوس اتس توكسيسيتي.
طيب وصلنا لغاية ال concerning cardiotonic glycoside. cardiotonic glycoside can be used to treatment angina. لأ, all glycosides are bound plasma protein to the same content. لأ, the initial dose is always equal to maintenance dose. لأ, الأوابين can be administered IV. ايوه ماشي, هو بيتاخد فعلا اي في, ما يتاخدش اورال. الجوكسين, يبقى مين الاجابه هنا في رقم 24؟ هي الاجابه دي هي افضل حاجه. تمام, الجوكسين has only positive chronotropic, ما احنا قلنا دي غلط, has negative chronotropic but positive enotropic. تمام, metabolized in liver. غلط, has a very low tendency to cause toxicity. لا, ممكن يسبب toxicity. يبقى هو negative chronotropic but positive enotropic, اللي هي رقم B. vasodilator, vasodilator can be used in treatment of heart failure, decrease the venous return, can be used as anti-hypertensive drugs, all of the above. الفازو دايليتور هنا طبعا هو مش موضح هل هي فازو دايليتور للارترز ولا للفينز. ممكن تستخدم في الهارت فيلير, واي نوت. ديكريز الفينس ريتيرن, ماشي طبعا لو اشتغلت على الفينز. كان بيوز از انتي هايبرتنسيف, اول اوف ذا ابوف. اول اوف ذا ابوف برضه تمشي, اللي هو رقم 26 دي. طيب السؤال اللي وراه اللي هو الهيدرالازين. الهيدرالازين كوز دايركت ريلاكسيشن of arteries and veins. لا, هو اشتغل مينلي على الارترز. has vasodilator effect, نتيجة ان هو release النيتريك اوكسيد من الفاسكولار اندوثيليوم. ماشي, cause hypertrichosis. غلط, يبقى هو الاجابة رقم D, رقم B, اسف, رقم B اللي هي vasodilator effect. vasodilator effect يا جماعة, vasodilator effect خلال release of النيتريك اوكسيد. release of ايه؟ النيتريك اوكسيد. all of this drug can be used as antihypertensive except الدوبيوتامين, ما جبناش سيرته خالص. الموكسونيدين, الريزربين, البيمينيدين. بيمينيدين ده حاجه زي جانجليونيك بلوكر كده. لا, يبقى هو الدوبيوتامين. الدوبيوتامين ليس له دور كانتي هايبرتنسيف. الفاريانت انجينا هاز nothing to do with coronary blood flow, is due to atherosclerosis, can be treated by nitroglycerin batches, none of the above. هو nothing to do. لا, هو الفاريانت انجينا دي كانت ايه؟ كانت vasospastic angina, كان في سبازم, هي not atherosclerosis, هي في vasospasm في الكورونري ارت. can be treated with nitroglycerin batches, وكنا بنحط الباتش بالليل ونشيلها الصبح. اوكي, يبقى هي can be treated with nitroglycerin batches بإذن الله. النيتروجليسرين act only after reduction as anti-anginal drug, can be used as anti-anginal, anti-arrhythmic, can be used safely in children and adults, all of the above. طبعا هو مش safe في children وانتي انجينال وانتي اريزميك. لا, ده بالعكس, دي ممكن تزود الهارت ريت. اكت اونلي افتر ريدكشن, فعلا هي محتاجه ان يحصل لها ريدكشن. يبقى هي النيتروجليسرين هنا الاجابه ايه؟ هنا الاجابه ايه, هي اسلم حاجه, اكت اونلي افتر ريدكشن از انتي انجينال دراج. طيب نايترايت سينكوب اوكير ان تشيلدرن اور ادلتس تريتد ويز النيتروجليسرين, اوكير ان بيشنت تريتد ويز نيتروجليسرين بات نوت isosorbide, occur in patient who have impaired sympathetic response. لا, هي دي ادق واحده, هي دي ادق واحده اللي هي occur in patient who have impaired sympathetic response, اللي هو sympathetic response بتاعهم فيهم مشكله. فيو كان ان انت يعني تشوف عندهم النيترايت سينكوب اللي هو الاغماء او الكوما, اللي هي في بقى عندهم خلل في الريفلكس ميكانيزم, عندهم مشكله في الريفلكس تاكي كارديا. السؤال اللي وراه رقم 32,
فالسؤال رقم 31 ان هو سي. الفيربامين كان بي تريتد انجينا بيكتورس بيكوز ات ديكريز البريفرال ريزيستنس ديو تو بلوكينج الكالسيوم شانل. بريفرال ريزيستنس ده معناه ان هو اشتغل على شرايين. الديكريز الهارت ريت اند الورك دان باي هارت تو بلوكينج كاردياك بيتا ريسبتور. كاردياك بيتا ريسبتور، كاردياك بيتا ريسبتور، لا غلط. ات ريتس الهايبر ليبيديميا، هو بلوكينج الكاردياك بيتا ريسبتور غلط، هو الفيرابميل مين اللي بيقفل الكالسيوم شانل. التريتمنت الهايبر ليبيديميا، هايبر ليبيديميا ليس له علاقه بالهايبر ليبيديميا. طب تعال نشوف كده الاجابه الاولانيه، ديكريز البريفرال ريزيستنس ديو تو بلوكينج الكالسيوم شانل، يعني دي تعتبر اصح واحده فيهم، معناها مش صح قوي، لان الفيرابميل مين اللي بيشتغل على الهارت. الفيرابميل ده بقى لما نيجي ندرسه بعد كده هناخد ان هو مين اللي كالسيوم شانل بلوكر كارديو، يعني بيشتغل مين اللي على الكالسيوم شانل اللي موجوده في الهارت اكتر بكتير جدا من البلود فيسلز. فاحنا هنا هنعديها ايه، ماشي، لكن بي دي صعب جدا ان انا اختارها، لان هو نوت بلوكينج الكارديك بيتا ريسبتور. الفالزارتان، الفالزارتان has a direct relaxant effect direct block vascular 81 receptor leading to vasodilation it cause accumulation of bradykinin. غلط. deplete الكاتيكولامين stores at the adrenergic nerve، لا ملهاش علاقة. هو الفالزارتان بلوك الفاسكولار 81 ريسبتور، هو ميلي بيعمل بلوكينج للفاسكولار وبالتالي يؤدي الى فازو دايليش. فايبروزس اوف لانج اند جي اي تي، بقى ده سؤال سهل. الفايبروزس ده الاميودارون. اللوباس سيندروم، دي من الحاجات اللي دايما بتيجي يا جماعه في الامتحان، اللوباس سيندروم ميلي بتبقى نتيجه الهيدرالازين، نتيجه الهيدرالازين. الورقه دي تقريبا هي نفس الورقه اللي فاتت، هي مفيش اي حاجه جديده، تمام.